هذه الجنسيات الأشخاص الذين تم ضبطهم أو هم مطلوبين للتحقيق أو قبض عنهم. هذه كل الآن أمامكم الليبيين، يزيد العدد أكثر من 100 عنصر، يعني كل جنسية تجد فيها أكثر من. طبعا لابد أن نشير هنا أن أكثر الجنسيات انضواء للتنظيم ويشكلون القوة العمومية من المقاتلين وعناصر التنظيم كانت للجنسية التونسية والمصرية والسودانية. هذه الجنسيات كانت تشكل الغالب في القوة العمومية للتنظيم، إضافة إلى تشاد والنيجر وبعض الدول الأفريقية الأخرى. الجنسيات الأخيرة تجد هناك شخص اثنين من الجنسيات العراقية والأمريكية السورية قطرية نيبال بوروندي فرنسا الأردن. هناك أشخاص ظهروا في التحقيقات لدينا من خلال أن كثير من عناصر قيادات التنظيم تنقلوا من مطارات بنينة ومصراتة وطرابلس إلى اسطنبول، ثم إلى الحدود السورية التركية غازي عنتاب وغيرها من القرى والمدن الريفية في تركيا، وتلقوا مساعدة من أشخاص سعوديين وأتراك معلومين لدينا وأشخاص ليبيين سهلوا لهم مهمة الدخول إلى سوريا تسللا، ثم تنقلوا في سوريا والعراق وقاموا وانضووا إلى كثير من الكتائب التي كانت تقاتل هناك المحسوبة على تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش، وارتكبوا والتقوا هناك بالكثير من القيادات والأشخاص التي وردت أسماءهم لدينا تفصيلا من العديد من الدول، مقدونيا، أي برتغال، دول العديدة أوروبية خليجية، هم معلومة لدينا أسماءهم، سنحيل في بشأنهم مذكرات إلى دولهم عبر القنوات الرسمية.